آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، فنتابعها مع زميلة رويدة أبو عيد وفقرة مع الخبر. صباح النور رويدة. صباح النور مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. قتل أكثر من 20 مدنيا بينهم أطفال في غارات واسعة لطيران النظام السوري على ريفي حماة وإدلب الشرقيين الواقعين ضمن منطقة خفض التصعيد الرابعة، بالتوازي مع معارك عنيفة في المنطقة. وأفاد ناشطون بإصابة عشرات المدنيين أيضا جراء قصف جوي بصواريخ وبراميل متفجرة نفذته أمس الخميس طائرات ومروحيات النظام السوري على بلدات وقرى في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، وذلك في إطار حملة عسكرية واسعة شهدت تنفيذ مئات الغارات الجوية خلال أيام. وتسعى قوات النظام إلى كسر خطوط المعارضة الدفاعية والتوغل نحو مطار أبو الظهور العسكري والاستراتيجي في ريف إدلب الشرقي لتضييق الخناق على المعارضة في محافظة إدلب برمتها. قال أكبر مسؤول في الأمم المتحدة في اليمن إن التحالف الذي تقوده السعودية قتل 109 مدنيين في اليمن في غارات جوية على مدى الأيام العشرة الماضية، ومن بينهم 54 في زوق مزدحمة و14 من عائلة واحدة في مزرعة. ووصف جيمي ماغولدريك منسق الأمم المتحدة في اليمن الحرب بأنها لا طائل منها وغير عقلانية، في انتقاد مباشر للحرب التي يخوضها التحالف المدعوم من الولايات المتحدة وبريطانيا وآخرين ضد جماعة الحوثي المسلحة المدعومة من إيران. وأدان التحالف الذي تقوده السعودية الاتهامات، وقال إن المعلومات التي سندت إليها الأمم المتحدة تفتقر إلى المصداقية. وأضاف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أن ماغولدريك ظهر منحازا للحوثيين. رفعت الولايات المتحدة وتركيا كل القيود على خدمات التأشيرات أمس الخميس بعد أن قالت واشنطن إن أنقرة لبت كل الضمانات بأنه لا يتم استهداف مزيد من موظفي السفارة الأمريكية للقيام بمهام عملهم الرسمية، وذلك بعد اعتقال 2 من الموظفين هذا العام. تركيا من جهتها سارعت إلى نفي تقديمها مثل هذه الضمانات في الخلاف الذي وقع أو وضع العلاقات بين البلدين تحت الاختبار منذ اعتقال 2 من موظفي القنصلية الأمريكية في اسطنبول للاشتباه في أن لهما صلة بمحاولة الانقلاب الفاشل العام الماضي ضد الرئيس رجب طيب أردوغان. وقالت السفارة التركية في واشنطن في بيان: ليس من الصواب أن تزعم الولايات المتحدة أنها تلقت ضمانات من تركيا وتضلل الرأي العام الأمريكي والتركي. أكدت الرئاسة الإيطالية في بيان موجز أن رئيس الدولة سيرجيو ماتاريلا وقع مرسوم حل مجلسي الشيوخ والنواب، وحددت الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة باولو جنتيلوني يوم 4 مارس آذار المقبل موعدا للانتخابات الجديدة. ومن المفترض أن يبقى جنتيلوني على رأس الحكومة إلى حين انتخاب برلمان جديد. والقانون الانتخابي الجديد الذي يشكل مزيجا من النظامين النسبي والأكثري يمكن أن لا يؤمن لإيطاليا غالبية برلمانية مستقرة نظرا إلى تشتت القوى السياسية. واعتبر رئيس الحكومة السابق ماتيو رينزي ورؤساء المجموعات البرلمانية أن حل البرلمان ينهي واحدة من الهيئات التشريعية الأكثر إنتاجية في التاريخ الجمهوري. قالت مفوضية الانتخابات في ليبيريا اليوم الخميس إن نجم كرة القدم السابق جورج ويا هزم جوزيف بواكاي نائب الرئيسة ليفوز في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية بنسبة 61.5% بعد فرز 98% من الأصوات. ويعني إعلان رئيس المفوضية الانتخابات أن ويا سيخلف ألان جونسون سيرليف ليكون الرئيس المقبل للبلاد في أول تداول ديمقراطي للسلطة منذ عام 1944. عاش سكان مدينة هاربن شمال شرق الصين تجربة بصرية مميزة مع عرض للأضواء ثلاثية الأبعاد في المعرض الدولي للنحت على الثلج، وتداخلت الأضواء مع صور ثلاثية الأبعاد لتضفي جوا مميزا خلال المعرض المخصص للمنحوتات على الثلج ويقام سنويا في الصين. ولعل أبرز المنحوتات كانت عبارة عن مجسم لكاتدرائية سين صوفيا بالحجم العملاق وتماثيل أخرى أثارت اهتمام الحاضرين. العروض، وإذا بدنا نرجع لهالمنطقة بالذات في الصين هاربن،
فإذا نرجع على نفس الفكرة أنه من وين جابوها، هي كانوا الصيادين بالمنطقة من مئات السنين كانوا دائما بيصنعوا مثل دلاء من الثلج مجوفة وبحطوا فيها شمع لحتى تضوي لهم كل الليل، فهيك بلشت الفكرة وكانوا يعجبوا فيها، وصارت بعدين فيها مهرجانات محلية لسكان المحليين لأنه كانوا معجبين بهالفكرة، وتطورت لعند ما وصلت لهالتطور الكتير حلو. براو هبة على هالتحديد. معلومة جيدة جدا. نعم. شكرا لك. شكرا لك.